هسألك على صفقات الزمالك الجديدة، هل هي صفقات مرضية لجماهير نادي الزمالك، مرضية ليكي في رؤيتك الفنية؟ خليني أخد سؤالك وأسألك سؤال تاني. سليما يلا هسألك جوهري. طيب هسأل فضل. المفروض أن مدرب الزمالك النهاردة قالك أنا مش محتاج مدافع، وفعلا صفقات الزمالك كلها ما فيهاش مدافع. تمام. فالنهاردة بعد الماتش الزمالك محتاج على الأقل مدافع وعايز لعيب رقم 6. فصفقات ماشي. الزمالك هتبقى مرضية للزمالك للجمهور لو هي ادت الغرض. انت كل الخطوط اللي عندك فجوات فيها، انت عندك النهارده ثغرات في كل خطوط الزمالك باستثناء حراسه المرمى، يعني انت عندك صبحي وعندك عواد وما شاء الله محمود الشناوي اللي هو لاعب اخر ماتشات في الدوري، بدايه مبشره يعني. صحيح. فالصفقات لسه فيها شويه يعني. فانتايك اعتقد لسه عايز شغل، عمر فرج مهاجم كويس. لسه الزمالك محتاج مدافع، وانا مصممه على ده، انه النهارده المدير الفني بياكد ان هو مش محتاج مدافع، بس انا مش عارفه هو ازاي شاف ده بعد الماتش. هتكون مرضيه بس لو حققوا، لو بداوا ايه حققوا الهدف كده في الثغرات بتاعه الزمالك اللي موجوده. انا عندي مشكله في الخط ده، يعني انت النهارده عندك مشاكل رهيبه في المهاجمين الثلاثه. النهارده انا ما شفتش بصراحه حد فيهم مؤثر خالص. كل هجمات الزمالك 2 لعبد الله السعيد في الشوط الاول، والثاني الشوط الثاني الهجمه بتاعه زيزو اللي شاطها فوق المرمى. يعني انت شايف الزمالك محتاج ايه كمان؟ مدافع لازم، مدافع ورقم 6. ورقم 6 حلو، اهم حاجه.